هذا البرنامج برعاية عمار يوسف حمود. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين لبرنامجكم اليومي والرمضاني مائدة الخير. هذا البرنامج برعاية الحاج عمار اليوسف. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد ذكرنا بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الفواكه والخضار نأخذها بالكيلوات، والذهب يشتريه الناس بالغرامات، والحديد يشتريه الناس بالأطنان، أما الآخرة فإنها توزن يوم القيامة الحسنات والسيئات بالذرة. والذرة قد تراها العين المجردة إذا كانت من ذرات الغبار وغيره، وقد لا تراها العين المجردة. فهنيئا لمن بادر إلى مائدة الخير، وهنيئا لمن بادر إلى فعل الخير، وهنيئا لمن كتبه الله من أهل الخير. حياكم الله في برنامج مائدة الخير، لازلنا متواصلين معكم في مدينة سامراء المقدسة، ولعله الحي الأخير في هذه المدينة. سننتقل بعدها إلى أماكن أخرى من حي المعلمين. هذه المائدة مائدة الخير، سنذهب سويا إلى الفقراء والمتعففين، فابقوا معنا وحياكم الله. حياكم الله مع هؤلاء الأيتام والأطفال، الوجوه المبتسمة رغم العوز ورغم الضيم، الوجوه التي تغني بحب العراق رغم أنها لا تملك من ثروات العراق أي شيء. أحسب أنهم يعني يحبون العراق هكذا فطريا، وإلا ليس لهم من خيراته. الكثير منهم حفاة، والقليل منهم يعني عموما. حياكم الله، يسعدني ويشرفني أن يكون ضيف الشرف في هذه الحلقة الأستاذ قتيبة. أستاذ قتيبة حياك الله. يا أهلا بك أستاذ، وبك أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية الأستاذ فهمي وكادر قناة سامراء الفضائية، أرحب بكم مرة أخرى في مدينة سامراء، مدينة الإمامين العسكريين. هذا البرنامج مائدة الخير برعاية الأستاذ عمار يوسف حمود، الذي كان يستهدف من هذا البرنامج الطبقة الوسطى، وهي طبقة الفقراء والأيتام والمساكين. و بناء على قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أنا وكافي ليتيمك هاتين في الجنة، وشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما. بدأ مشروع الأستاذ عمار يوسف من منطلق هذا الحديث، وبدأ مشروعنا مائدة الخير من هذا الحديث النبوي الشريف، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يقتصر الكفالة المادية فقط، وإنما اقتصر على كفالة المودة والمحبة والرحمة لهم بعد تركهم آبائهم. جزاك الله خير. احنا اليوم نتجول مع هذا الحي، هذا يا حي حي المثنى. حي المثنى. نتعرف على العوائل، خلنا نشوف. يا الله وين نروح الساعة يا عائلة؟ حياكم الله أستاذ قتيبة، خلنا نشوف العائلة. يلا متواصلين معاكم
في مائدة الخير. يا الله. السلام عليكم. مرحبا يا حاج، شلونك؟ شلون اخبارك؟ احنا برنامج مائدة الخير، وش تحب توجه على الكاميرا؟ على الكاميرا. والله احنا جزيل الشكر والامتنان للسيد عمار يوسف على هذه المبادرة الطيبة، والشكر الجزيل موصول إلى قناة سامراء الفضائية وإلى الأخ أبو فرقان الذي جاد بالكلمة الطيبة، وهذا دأب الصالحين، ونشكركم جزيل الشكر والامتنان. وإحنا ندعو لكم إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يسهل أموركم وينطيكم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. وإحنا عوائل تدرون يعني غنين عن التعريف، هاي مناطقنا. تمام حجي، أنت لك مقولة: من ناطحات السحاب إلى ناطحات الفار. شنو قصة ناطحات الفار؟ والله أستاذ، هذه إحنا هنا الفار يعني مزرفة البيوت، هي تجاوزات. إحنا عكس الدول الأجنبية، الدول الأجنبية انتباهها بناطحات السحاب والأبراج، وإحنا انتباهها بناطحات الفار. يعني حول ولا قوة إلا بالله. إحنا مائدة الخير سلة من الحاج عمار بن يوسف، لعلها تخفف شيء من المعاناة، وهذه لعب وهدايا للأطفال، وراح يدعيك استاذ قتيبة على الفطور حتى انت تفطر سوا، بعيدا عن الفار وبعيدا عن غيره. اني والله ما اقدر اكل. بس لا تعذر، اذا تعذر بعد انت خارب يعني، على الاقل بالكاميرا على الاقل بس قول لنا ايه ان شاء الله ونجي، وبعدين عودي انا لا تجي. ايه حجينا مدعو على وجبة الافطار في حي المعلمين. الله يسلمك، الله يرضى عنك حجي، شرف عنا. وهذا دأب الصالح. الله يسلمك. الله يسلمك. يعني هو ابن عرب وهو ابن اصول ومفهوم رجل كل المهمات، اداري وكريم. وجزاكم الله خير، انتم موصول لكم الاعلاميين، وهذا الاعلاميين انتم بعد ما نقدر نزود عليكم، ما عليكم زود. جزاك الله خير. اذا على مائدة الخير نلتقي ان شاء الله، متواصلين مع حياكم الله، متواصلين معاكم في مائدة الخير. استاذ قتيبة، اليوم يعني حضور الاطفال ابلغ من اي حضور حقيقة، واحتياجات الناس ابلغ من اي احتياج، واليوم احنا ايضا يعني حتى يعني لعلنا نستطيع ان نعطيها في دفعة واحدة ان شاء الله. يعني التخفيف. استاذ فهمي، احنا تكملة للمشوار اللي بدأ به حجي عمار بمائدة الافطار، قلنا يعني مائدة الخير. مائدة الخير كان يستهدف به الطبقة الوسطى، بالبداية استهدفنا به الايتام، والان نستهدف بهم الارامل. من منطلق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خص أنه اللي يسعى على الأرملة التي توفى عنها زوجها كدرجة الجهاد عند الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاك الله خير. خلنا نتعرف على الحجي. السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ، شلونك؟ شلون اخبارك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. حج عباس. نعم. مائدة الخير برنامج برعاية حج عمار، ولو بيننا وبينك هذا البركة من الطين. نعم. اي والله سلات خفيفة يعني، لعلها تخفف شيء من المعاناة، ولعلها تقدم شيء من
حياكم الله، ولا تنسونا من الدعاء. أستاذ قتيبة راح يوجه لكم دعوة على مود نفطر سوية إن شاء الله. أستاذ قتيبة بس حتى توجه لهم دعوة. أستاذ فهمي، إحنا من خلال قناتكم نوجه للجماعة اللي هنا موجودين على وجبة إفطار في حي المعلمين. تمام، نفطر سوية إن شاء الله وملتقانا على الفطور بإذن الله. متواصلين معاكم في مائدة الخير. بناء اقول حمله مال البناء ان شاء الله. اي والله دا يفزعوا لي الولد ولد اخوي جا ولد شبنتر ودا يدخل بالبيت. البيت ملك؟ لا والله اجار. اجار؟ اي والله. منطقه تجاوز؟ لا اصولي. اصولي؟ شلون الاجار؟ 150 بالشهر. زين زين، انت دخلك مصروفك؟ والله عمال مسوي ساعه عملي مال فقرات قاعد، لا شغل لا عمل، صار شهر ونص قاعد. خذ 180 وقال يحط شيء ما يطلع يشتغل. اي والله، وعندي 10 من العوائل، 4 ولد و4 بنات، وانا اهلي 10. انت شو كتيبة؟ عيني استاذ، طبعا بالمناسبة هذا البرنامج برعاية الاستاذ عمار يوسف حمود، يعني تخفيفا على كاهلكم ولو هي سلة بسيطة، بس ان شاء الله يعني تسد ما انتم تحتاجوه، وايضا مدعو على وجبة افطار في حي المعلمين. ان شاء الله ان شاء الله. نشكر عمار يوسف على هاي الجزاه، هاي بارك الله برحمه الله والديه، ما يقصر والله عمار يوسف. حاج عباس، السله الغذائيه وعلى الفطور ان شاء الله. متواصلين معاكم في مادة الخير. الله حيهم، حياك الله. احنا برنامج مادة الخير، سله غذائيه بسيطه، وراح يدعيك استاذ قتيبة. يدعيك استاذ قتيبة على الفطور. ندعو الى وجبه الفطور في حي المعلمين. وين السله؟ والديك حي مال الغذائيه. والله رحم الله والديك، رحم الله والديك، نشكركم ونشكر عمار اليوسف. حياكم الله أحبتي المشاهدين والمتابعين، بعد أن كنا في جولة مع الفقراء والمتعففين لتوزيع السلات الغذائية، هذه مائدة الخير الآن في طريقها إلى التجهيز، وها هم الحقيقة القائمون عليها من أجل تجهيزها للصائمين وضيوف المائدة الذين سيفدون بعد قليل. في شهر الخير وفي شهر رمضان، الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار الذين نثروا دماءهم ذات اليمين وذات الشمال دفاعا عن الأرض والعرض، ونترحم على أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. ولعل خبر وفاة الشيخ محمود العبيد الطابور أبو سعد الله رحمه الله في هذا اليوم أيضا نقرأ عليهم وعليه وعلى كل أمواتنا الذين رحلوا في هذه الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى، نقرأ عليهم ثواب سورة الفاتحة، ونسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياهم برحمته وأن يغفر لنا ولهم. دقائق قليلة إن شاء الله ويرفع آذان المغرب من هذا الحي ومن هذا المكان ومن هذه المدينة، مدينة سامراء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وحفظنا من أهل الحديث والذكر أن الصائم إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم لا تدع لنا ولعبادك الصالحين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وتقبلهم في عليين، حتى نلتقي وإياكم في حلقة أخرى من حلقات مائدة الخير، وفي حي آخر أو مكان آخر من محافظة صلاح الدين. نستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المائدة. هذا البرنامج برعاية عمار يوسف حمود.